السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نوفيكم بها بعد قراءتنا لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأممي لدى بلادنا لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بعملية السلام. رئيس الوزراء ومحافظ عدن يتفقدا محطة خورمكسر الكهربائية. ومصرع اثنين من الميليشيات وإصابة آخرين في عسيلان بشبوة، والجيش الوطني يتقدم في جبهة تعز. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لأخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، هنأه فيها بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده. وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الشعب ومشاركتها الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، مثمنا بما تقدمه المملكة الأردنية من دعم ومساندة لليمن في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة. وأكد فخامة الرئيس أن الشعب اليمني لن ينسى مثل هذه المواقف الأخوية التي جسدتها مملكة الأردن قيادة وحكومة وشعبا من خلال وقوفها إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن ذلك خير دليل على ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء في مختلف المجالات. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق التقدم والازدهار. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بعملية السلام وأفاقها المتاحة والمرتكزة على المرجعيات المحددة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، جدد فخامة الرئيس حرصه الدائم على السلام لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الانقلابية الظالمة التي فرضها الانقلابيون على وطننا وشعبنا تنفيذا لرغبات انتقامية وأجندة دخيلة. وأشاد فخامة الرئيس بالمساعي الحميدة التي يبذلها المبعوث الأممي رغم التسويف والمماطلة وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات التي هي سمة الانقلابيين على الدوام، مستنكرا في الوقت ذاته محاولة الاستهداف الآثمة التي تعرض لها المبعوث الأممي وفريقه خلال زيارته الأخيرة لصنعاء التي تؤكد مسعى ونهج الانقلابيين التدميري. وجدد فخامة الرئيس دعم بلادنا لجهود المبعوث الأممي وخيارات ومسارات السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ومساعيها الحميدة. من جانب عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عن سروره بهذا اللقاء، واضعا فخامة الرئيس أمام استخلاص جهوده وتحركاته الأخيرة الرامية لتحقيق السلام المنشود، مشيدا بجهود فخامة الرئيس المخلصة نحو السلام الحقيقي والصادق الذي يحقن الدماء ويخفف المعاناة على الشعب اليمني، وهذا ما نلمسه منكم على الدوام. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي.
وجه رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف 40 مليون ريال يمني لحساب المؤسسة المحلية للمياه بمحافظة عدن لتوصيل التيار الكهربائي لحقل آبار دار المناصرة، وتنتج 23 بئرا من الآبار العاملة ما بين 13 و15 ألف متر مكعب من المياه لسكان عدن. وبعد توقف حقل مياه الروى في أبين حفرت 29 بئرا، وحقل آبار دار المناصرة هو ثالث حقل بعد بئري أحمد وناصر. كما وجه الدكتور بن دغر بصرف 100 ألف دولار أمريكي للمؤسسة المحلية للمياه لشراء محركات كهربائية لحقول آبار المياه التي خرجت عن الجاهزية وضخ المياه لعدن، ونتيجة للانطفاءات المتكررة للكهرباء توقف نحو 25 بئرا في حقول الآبار. وتعمل الحكومة بدعم الخدمات الأساسية للكهرباء والمياه في سبيل تخفيف معاناة أبناء عدن نتيجة تدمير الميليشيا الانقلابية للبنية التحتية للخدمات. تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه محافظ محافظة عدن عبد العزيز المفلحي وعدد من الوزراء محطة خورمكسر الكهربائية، حيث كان في استقباله لدى وصوله نائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي وعضو مجلس النواب فؤاد واكد ومندوب شركة باجرش والمدير الفني للموقع المهندس هيثم المفلحي وعدد من مهندسي وموظفي المحطة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن القدرة الإنتاجية للمحطة والصيانة التي تجري في المولدات القديمة بهدف رفع طاقتها الإنتاجية. كما تفقد رئيس الوزراء محطة 40 ميجاوات المستأجرة من شركة باجرش والتي من المتوقع أن يبدأ العمل فيها بشكل كلي خلال الساعات القادمة بعد اكتمال عمليات التركيب والتمديد للشبكة الداخلية للمحطة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل كافة الجهود وبكل الإمكانيات المتاحة لديها للتغلب على مشكلات الكهرباء المتراكمة منذ سنوات قديمة. رافق رئيس الوزراء خلال زيارة تفقدية كلا من وزراء الثقافة مروان دماج والعدل القاضي جمال عمر والأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي سفير اليابان لدى اليمن كاتسويوشي هاياشي. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات والمستجدات على الساحة الوطنية. وأشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان في مختلف المجالات والدور الذي تلعبه اليابان في دعم اليمن باعتبارها شريكا رئيسا لليمن في مجال التنمية. واستعرض المخلافي مع السفير الياباني الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مؤكدا أن الحكومة اليمنية قد وافقت على المقترح الذي تقدم به المبعوث فيما يتصل بالانسحاب من الحديدة وآلية تحصيل الموارد وصرف المرتبات، إلا أن تحالف الانقلاب لا يزال يعرقل هذه الجهود تحديا بذلك المجتمع الدولي. وعبر وزير الخارجية عن شكر حكومة بلادنا للحكومة اليابانية في دعمها المستمر للشعب اليمني، داعيا اليابان لتقديم مزيد من الدعم في المجال الطبي لمكافحة وباء الكوليرا. من جانبه أكد السفير الياباني كاتسويوشي هاياشي أنه سينقل طلب الحكومة اليمنية حول المساعدات إلى حكومة بلاده، مؤكدا وقوف اليابان إلى جانب الحكومة اليمنية ومساندته لها في جهودها المتواصلة لإحلال السلام. حضر اللقاء مسؤول ملف آسيا ريدان خلب ونائب السفير الياباني يوغي هاتوري. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي
بحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى اليمن السفير تيان تشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها لتحقيق المصالح المشتركة، كما جرى مناقشة الإجراءات والخطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره وزير الخارجية الصيني خلال لقائهما العام الماضي بشأن إعفاء اليمن من الديون. كما ناقش وزير الخارجية مع السفير تيان تشي آخر المستجدات على الساحة اليمنية والعربية، وأطلعه على موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية على المقترح الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الانسحاب من الحديدة وآلية تحصيل الموارد وصرف المرتبات، وهو ما يعكس حرص الحكومة وجديتها في بذل كافة السبل من أجل تحقيق السلام وتجنب إراقة الدماء وتخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تحالف الانقلاب أمعن في رفض كل الخيارات التي يمكنها أن تساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتؤدي إلى التوصل إلى سلام مستدام وعادل. وأعرب الوزير المخلافي عن شكر الحكومة اليمنية للحكومة الصينية لدعمها المستمر للشعب اليمني، وأطلعه إلى حاجة اليمن العاجلة إلى دعم إضافي من حكومة الصين في المجال الطبي لمكافحة وباء الكوليرا واستكمال تعهدات جنيف في مجال الاستجابة الإنسانية. من جانبه أبلغ السفير الصيني تيان تشي وزير الخارجية بأن الحكومة الصينية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة اليمنية قد أرسلت مساعدات طبية إلى اليمن، ويتم الإعداد لشحنة مساعدات غذائية أخرى وسيتم إرسالها في القريب العاجل، إضافة إلى أن الحكومة الصينية في صدد إرسال مساعدات طبية إضافية إلى اليمن لمكافحة وباء الكوليرا. وأكد السفير تيان تشي على موقف حكومة بلاده الثابت لدعم القيادة والحكومة اليمنية والحث للوصول إلى حل سياسي عبر المشاورات، وذلك لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاثة والمرتكزات التي قامت عليها، مجددا رغبة بلاده في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وأنه سيشجع الشركات الصينية في المساهمة في إعمار اليمن. حضر الاجتماع مسؤول ملف آسيا بمكتب وزير الخارجية ريدان حسين خلب. اطلع وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ومعه وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على أوضاع النزلاء في سجن المنصورة المركزي في العاصمة المؤقتة عدن والاحتياجات المطلوبة لتحسين الأوضاع في السجن وما يمكن أن تقدمه الوزارة واللجنة بهذا الشأن. واستمعوا من مدير السجن ووكيل النيابة في السجن إلى شرح حول أعمال الترميم التي تشهدها العنابر ومرافق السجن واحتياجات العيادة الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مثمنين جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات التي تكفلت بأعمال الترميم والتأهيل لعنابر ومرافق السجن، وأكد أن أبواب السجن مفتوحة لكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأهمية تعزيز علاقات التعاون مع معهم باعتبارهم شركاء في العمل. بدوره أكد وزير حقوق الإنسان أن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى أو مظالم، وأنها ستعمل على تسهيل زيارة أي منظمات دولية أو محلية إلى السجون في أي وقت كان. رافقهم خلال الزيارة نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني ووكيل الوزارة ماجد فضائل، وكان وزير حقوق الإنسان قد ناقش مع بعثة الصليب الأحمر أوضاع المعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي وصالح بصنعاء وإمكانية زيارتهم والتخفيف من معاناتهم، وقيام البعثة الدولية بواجبها في الاطلاع على أحوالهم هناك والضغط على الميليشيا للإفراج عنهم وتحسين أوضاعهم والسماح لأسرهم وذويهم في الاتصال والاطمئنان عليهم.
ونقل وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر إلى البعثة رسالة أمهات المختطفين لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ركزت على نقل معاناة الأسر والمعاملة اللا إنسانية التي يعامل بها ذويهم في معتقلاتهم من قبل الميليشيا الإنقلابية وضعف التجارب والتفاعل مع قضاياهم من قبل اللجنة الدولية. واستمع الحاضرون إلى حديث نقل وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي عبد المولى حول معاناة والده ومن معهم منذ اختطافهم أواخر مارس من العام 2015 وعدم معرفة مصير والدهم رغم محاولات الاتصال والتواصل على كافة المستويات الشخصية والرسمية لمعرفة مصيره لكن دون جدوى، مطالبا البعثة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على الميليشيات الإنقلابية لإطلاق سراح والده ومن معه من المختطفين وفقا لقرار مجلس الأمن أو العمل على تمكينه من التواصل معه والاطمئنان على حالته. نبهت وزارة الأوقاف والإرشاد كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية بأنه لا توجد أي تأشيرات حج مجاملة أو مجانية أو ما شابهها. وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيان التأشيرات المعتمدة والصحيحة هي التي تم توزيعها للوكالات المعتمدة في موسم حج هذا العام وعددها 151 وكالة والتي نزلت في الإعلان الصادر عن الوزارة وتم استنفاذ حصصها كاملة عبر نقاط البيع المخصصة للوكالات فقط. وقال إن الوزارة تؤكد للإخوة المواطنين أن أي تأشيرات يتم بيعها أو تداولها في السوق حاليا ليست صادرة عنها وقد تكون صادرة عن سماسرة ومكاتب وهمية تهدف للنصب والاحتيال على الإخوة المواطنين. وأهابت الوزارة بالجميع أخذ الحيطة والحذر من الوقوع فريسة في أيدي مثل هذه الفئات المبتزة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في الرياض على مشروعين لعلاج الجرحى اليمنيين داخل اليمن بالشراكة مع مستشفيين خاصين يتم من خلالهما تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق المعايير الطبية الدولية بإجمالي 300 جريح ومصاب لكلي المستشفيين. ووقع المشروع عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج ماهر الحضراوي الذي أوضح أن الهدف من التوقيع استمرار العمل في دعم القطاع الخاص اليمني لعلاج الجرحى اليمنيين في جميع المحافظات وتقديم الخدمات الصحية. ونوه بتواصل فرق العمل مع جميع المستشفيات اليمنية في القطاع الخاص مما سهل متابعة العمل وتطوير الأداء، مؤكدا حرص المركز على أن تشمل برامجه الطبية جميع اليمنيين في جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين. سقط قتيلان من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة في جول السنيد بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وأوضح مصدر في المقاومة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوفهم. أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما نوعيا في عزلة بني عمرو بمديرية الشميتين جنوب تعز حيث تمكن من السيطرة على جبل الشرق بعد معارك ضارية شهدتها المنطقة. وفي جبهة حيفان جنوبي شرقي تعز شهدت مواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية تركزت في جبال الأحكومة واندلعت المواجهات في حيفان بعد هجوم لعناصر الميليشيات تمكنت قوات الجيش الوطني فيها من التصدي له وإجبار عناصر الميليشيات على التراجع والفرار.
وفي جبهة الصلوة شرقي تعز دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا في قرية الصيار، رافقها قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش الوطني استهدف مواقع عدة تتمركز فيها الميليشيا بالمنطقة. وعلى صعيد جبهة المدينة شهدت الجبهة الشرقية تواصل للمعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في محيط مدرسة محمد علي عثمان ومحيط مبنى الأمن المركزي، فيما شهد محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات هدوءا حذرا. بالتزامن مع المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في تبة السلال ومنطقة الجنت شرقي المدينة، كما اندلعت المعارك في الجبهة الغربية بعد هجمات للميليشيات تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لها في جبل هان والربيع وحدران، وتكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد إضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. يواصل رجال الجيش الوطني في جبهة المصلوب الصمود وسحق الميليشيات الانقلابية نهار وليل رمضان، حيث لم تعد تفصل المصلوب عن مديرية أرحب سوى قريتين فقط مما تبقى من المديرية المحادية لمديريتي المتون والمطنة. المصلوب الجبهة الأكثر اشتعالا خلال الأيام الماضية، فيها تذوقت الميليشيا ويلات الحرب وسعيرها حتى أصبح الفاصل الوحيد بين قوات الجيش الوطني وتحرير كامل المديرية قريتي زغن وملاحة. يقول هؤلاء أن مسألة استعادتهما مرتبط بتحرك الجبهة المجاورة أو توجيهات القيادة. يعني احنا باقي علينا تتقدم جبهة المتون إلى توازي بالجبهة المصلوب، وان شاء الله ما يعوقنا شيء خلال ثلاث ساعات اربع ساعات واحنا نسيطر على باقي المديريه، وننتظر اوامر القياده وان شاء الله نتقدم الى ارحب، فهذا جبل سليام يحدنا من ارحب، بعده جبال ارحب، وبعدها بعد مديريه المصلوب المطمه اخر المديريات في الجوف، ان شاء الله ناخذها ونتقدم باذن الله سبحانه وتعالى. هل رمضان وشرف على الانتصاف، ومعه تقول المعارك لا مجال لكتم أفواه البنادق، فما أن تهدأ في موقع حتى تشتعل في آخر، هذا هو الحال في جبهة المصلوب نهار وليل الشهر الكريم. الحمد لله نحن في جبهة المصلوب في تقدم وانتصار، الجبهة الذي تذوق العدو ليل ونهار، خسائر في العتاد والأرواح والمال، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الشباب مرابطون ثابتون في مواقعهم صائمون. يقرأ القرآن وآخر يضغط على الزناد، فهذا شهر الانتصارات كما يرى أبطال الجيش الوطني، بل ويوثقون ذلك بأشعارهم. أيام قليلة إن شاء الله، وأحنا في صنعاء وفي مران وفي كل المناطق محافظة الجمهورية، والنصر قادم بإذن الله، وشهر رمضان هو شهر الانتصارات. الصوم يا محلاه عند المجاهد، في مدرسة الشجعان له طعم ثاني، رباط يجمع صوم في وقت واحد، راح التعادل ما مضى من زماني، في مدرسي ثابت مقاوم وصامد، والمعنوية عالية في كياني، ساعة مع الناظور للخصم راصد، وساعة مع القرآن إحلال ثاني. مسافة بسيطة تبعد رجال الجيش الوطني بمديرية المصلوب عن معانقة أولى مديريات محافظة صنعاء واستعادتها من ميليشيا الانقلاب، فقط ينتظرون الأوامر لقطع تلك المسافة. طارق السعيد، قناة عدن. تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير مخزن أسلحة وعربات عسكرية في غارات جوية على مواقع وتحركات الانقلابيين بمحافظة صعدة. وقال مصدر محلي إن طائرات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مواقع للميليشيات الانقلابية بمنطقة كهلان الواقعة بضواحي مدينة صعدة. وأضاف المصدر أن انفجارات عنيفة دوت في المنطقة عقب الغارات يرجح أنها ناجمة عن اشتعال النيران في مخزن أسلحة تابع للميليشيات الانقلابية بضواحي المدينة. إذن بهذا الخبر تنتهي هذه النشرة، لم يتبقى سوى إعادة لأبرز العناوين.
رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأممي لدى بلادنا لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بعملية السلام. رئيس الوزراء ومحافظ عدن يتفقدا محطة خورمكسر الكهربائية. ومصرع اثنين من الميليشيا وإصابة آخرين في عسيلان بشبوة، والجيش الوطني يتقدم في جبهة تعز. شكرا لطيب المتابعة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.